معانا الأستاذ بسام الشماع، الباحث في المصريات، عضو الجمعية المصرية التاريخية. أهلا بيك أستاذ بسام، صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. يعني هو من حسن الحظ ان المناسبتين جايين مع بعض، وهو دايما واحنا بنحتفل باكتوبر، هو مش بيكون يوم، هو بيكون الشهر كله بالنسبة لنا بيبقى احتفال باكتوبر، لان دي طبعا ذكرى عزيزة جدا على قلب كل مصري، ومش كل مصري، اعتقد ان هو كان نصر للأمة العربية كلها. ده حقيقي فعلا، وكون يعني مؤرخا راصد لهذه الاحداث، عملت قراءه منذ سنوات قليله كده. الحقيقه القراءه دي كل سنه تتجدد مع اكتوبر ومع العاشر من رمضان. القراءه دي عباره عن تماثل ما بين معركتين في الميزان التاريخي كده، ما بين 6 اكتوبر العاشر من رمضان 73، هذه المعركه العقاريه المعجزه اللي هي لا يوجد شيء اسمه مستحيل، ده عنوانها بالنسبه لي يعني. ومعركه اخرى برضه بتحمل نفس الصفات دي في مصر القديمه، اسمها معركه ماجدو. نعم. ماجدو ببساطه كده مكان حصين جدا في شمال ارض كنعان، فلسطين الان. وهذا المكان اجتمع فيه عدد كبير جدا من الفيارق العسكرية الأجنبية اللي كانت بتريد إن هي تغزو مصر. فملك مصر وقتها كان اسمه شحوتي مصر الثالث، احنا بنسميه دلوقتي تحتمس الثالث. طبعا تحتمس دي مش هيلغوني فيه خالص، ده كده اختراع من عندنا يعني. لكن هو شحوتي جاي من جحود، جحود ده كان معبود الحكمة في مصر القديمة، معبود العلم في مصر القديمة، معبود اسطوري اسمه جحوت، جحوت جحوتي ومس كلمه هيروغليفيه فيما معنى ابن او اللي جاء. المهم ان جحوتي مس الثالث ده حكم مصر 54 عام. اول سنه بحكم متفرد على عرش مصر اكتشف ان في كونفدراليه غايه في الخطوره، ربما لم تشكل اي كونفدراليه عسكريه اجنبيه من الاعداء في تاريخنا القديم هذا الخطر. ليه؟ لأن كانت الفيارق دي جاية من مدن كتيرة، المدن دي كانت مدن تابعة للسلطة المصرية في آسيا الوقت ده. فالوقت ده هم طالعين دلوقتي منين؟ طالعين من حكم الملكة حتشبسوت، واحنا اتفقنا إن هي حتشبسوت بالألف وليس حتشبسوت على طول كده، يبقى حتشبسوت المقدمة، حت المقدمة، يبقى حتشبسوت. حتشبسوت حكمت حوالي 22 سنة، بس حكمها كان حكم يعني شوية ممكن ما كانش فيه اهتمام شوية بالسياسات الخارجية. فبالتالي على ما يبدو ان المدن دي قوت وبدأت شوكتها تبقى جامدة، وبدأوا يتجمعوا مع بعضهم بالامراء بتوعهم تحت قيادة ملك داعم، ملك يعني مملكة كبيرة جدا اسمها ميتاني، دي من الممالك الجامدة قوي في اسيا. المهم اختصارا للقصة اتجمعوا كلهم تحت امير مهم جدا اسمه امير قادش. والناس دي احنا بنتكلم يا جماعه على قوه عسكريه يعني غاشمه، ما لهمش حل، قوه كبيره جدا، اسلحه على اعلى مستوى، ناس جنود بتوعهم شداد الباس، يعني انت بتتكلم تهديد حقيقي لمصر. معركه ماجدو ليه انا بقى اخدتها في المقارنه؟ لاني وجدت فيها كثير جدا من الصفات مماثلة بشكل عجيب، وكأن فعلا التاريخ يعيد نفسه. يعني احنا عندنا في مدرستين في التاريخ، في مدرسة بتقول لك التاريخ لا يعيد نفسه كما هو، وفي مدرسة تقول لك بيعيد نفسه يعني بالكوبي وبيست زي ما بيسموها، وبالتالي مستنسخ يعني، وبالتالي لازم احنا نتعلم من تاريخنا علشان ما نكررش الأخطاء. بالظبط كده. معركة ماجدو معركة فيها صفات هقولها لكم سريعة جدا. أول حاجة، أول معركة في تاريخ العالم حتى الآن يتم تدوينها تدوينة عسكرية
طويلة مفصلة على جدران معابد الكرنك بالبر الشرقي من مدينة الأقصر. يبقى أول معركة عسكرية اتكتبت بالتفاصيل في العالم، في تاريخ العالم كله، كانت معركة مجدو من 3400 سنة عندنا في مصر. يكفينا بالجملة دي فخرا في كل أكاديميات العسكرية في العالم، إن إحنا نقعد كده حاطين رجلينا ونقول إحنا أول جيش وأول أمة في العالم عملت توثيق رسمي بالأرقام، بل بالتوقيتات. هتتعجبوا بالتوقيت، بالساعة. ده أنت بتتكلمي 3400 سنوي، كانش لسه لا في لا أقمار اصطناعية، ولا كان في لسه مراسلين حربيين، ولا كان في لسه كاميرا تصور، ولا تيكرز ومش عارف مين، رويترز ومش عارف مين ياخدوا الأخبار وينزلوا كده. مفيش الكلام ده كله، مفيش. فإذا أول معركة في العسكرية في التاريخ تدون على جدران، ادي اول هام في معركة مجدو التي انتصر فيها الجيش المصري، والذي بدأ من هذه المعركة سلسلة من المعارك لتأمين بقى قوة مصر بقى، لان دي نمرة اتنين اول ضربة استباقية كما نعلم نحن الضربات الاستباقية. احنا كلمة ضربة استباقية دي ما كنا المصطلح ده ما كناش احنا نعرفه غير في السنين الاخيرة لما كنا بنطلع نضرب الارهاب ضربة استباقية علشان الارهاب ما يجيش يعتدي علينا. فنفس الفكرة اللي جت لشهوتي من الثالث، هذا القائد العبقري هو بالفعل قال لا انا مش هستنى بقى زي ما حصل مع الهكسوس. ما هو هنا بقى اتعلمنا من التاريخ ولا ما اتعلمناش؟ ان سنين قبل شهوتي من الثالث مصر شمالها كان معتد لمدة طويلة جدا، وصلت ل 108 سنة من الحكاية وخاصوت اللي هم سمي الهكسوس بعد كده. لا 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 انا مش هستنى بقى لغايه لما الناس دي تخش وترسى نفسها وتعمل مدينه والعجله الحربيه والحصان والهكسوس والكلام ده، لا انا هطلع بجيشي، هنطلق بالمشاة وبالعجلات الحربيه وبالقواد وبالفرسان وبفيالق الجيش. وعلى فكره الجيش المصري وقتها كان عنده تقسيم للفيالق والسرايا، وكان في الجيش بتاع الوجه البحري، وكان في الجيش بتاع الوجه القبلي، الاثنين تحت قياده واحده، بس كل فايلق بيبقى ليه اتجاهات، وانت هتروح شمال وانت هتروح غرب وانت هتروح كده، اتجاهات وتكتيك عسكري واستراتيجيات عسكريه على اعلى مستوى. فراح طالع بالجيش بتاعه من سيناء، عدى على اقوى قلعه في سيناء في التاريخ القديم كله اسمها قلعه شارو، ودي تم اكتشاف اطلالها. وراح طالع بعد كده على كنعان اللي هي جنوب، احنا بقى وصلنا لغايه جنوب فلسطين، كنعان فلسطين، وطلع. وكل مكان يروح لمدينه، يعني مثلا يجي على غزه مثلا، يروح داخل بالجيش بتاعه الى غزه ويروح سايب حاميه مصريه في غزه، يروح طالع شمال يقف في مدينه ثانيه يروح سايب حاميه. شوفي فكرته ازاي، لو احنا بنرجع بعد المعركه يبقى في مصريين مستنييننا في المدن دي جنود، ما نخشش بقى معارك تانية بقى بتاعت ناس تانية عايزة تحاربنا أو حاجة زي كده. وبرضه دي فكرة كانت عجيبة وكانت ابتكار من هذا القائد العسكري الرائع شحوتي من الثالث أو تحط في الترجمة من ثانية. نمرة ثلاثة، أول إحصاء للعساكر والجنود والجثث بتاع القتلى بتاعت الأعداء في العالم كانت معركة مجدو للجيش المصري العظيم. بعديها استخدام القوس المركب. القوس المركب ده يا جماعه انتوا عارفين كلكم سهم وقوس، ايوه، اللي انتوا بتشوفوه ده ملي. في بقى اختراع حصل في العالم القديم اسمه القوس المركب. هقول لكم بسرعه كده بجمله ايه الفرق. انت ماسك القوس والسهم وبتضرب، فبيضرب في الناحيه اللي قدامك، ماشي، او انت عايز تضرب ورا او في اتجاهات او كده. القوس المركب يضرب، يصل بالسهم من قوته ل 250 متر. ده اختراع يشبه دلوقتي القناص او الليزر او الضرب بالليزر او الضرب بالاجهزه الحديثه او كده. فده برضو حصل وكتب في احدى المصادر انه اول استخدام بشكل كبير للقوس المركب. على فكره القوس المركب ده قاعد شغال بقى لغايه، حتى لو ذاكرت الجيش العثماني وذاكرت الجيوش اللي بعد كده هتلاقيهم استخدموا القوس المركب. مراسل حربي، هذه نمرة أول مرة نسمع في حياتنا عن مراسل حرب.
الحربي. اي في العالم، انا بتكلم هنا العالم مش مصر بقى، بتكلم عن المرافق الحربي. وباسمه جاناني، كان اسمه كده جاناني، ج ج معطشه وبعدين الف وبعدين نون وبعدين نون وبعدين ياء او اي، يبقى جاناني او جاناني. فجاناني ده مرافق حربي على اعلى مستوى، رجل راقي جدا، راجل ساب لنا معلومات لدرجه ان انت لما تيجي تقري الغنائم بعد انتصار الجيش المصري بتكتيك غايه الذكاء، تجد الغنائم مكتوبه بدقه عجيبه. يقول لك ايه؟ قائمه بالغنائم اللي جلبها جيش الملك من مدينه ماجدو، 340 اسير حي، 33 يد. ايه يد دي بقى؟ زمان الجيش المصري لما كان بيخش معركه ويهزم الاعداء كان عايز يعد عدد الناس اللي ايه في الاعداء اللي قتلهم. فبدل ما يقعد بقى هنعد بقى كل بقى جثمان وبتاع يعني كتيره، بيروح عدد الايدين بتاعت الايه؟ بتاعت الاعداء. 24,010 فرس. شوفي الدقه، بتتكلمي على معركه كبيره استمرت شهور. ده الحصار بس بتاع ماجدو بعد ما اتغلبوا، يعني جه الجيش المصري غلب التحالف ده، التحالف العسكري بتاع الاعداء ده، فجريوا دخلوا جوه القلعه بتاعتهم والمدينه بتاعت ماجدو. ودي كانت استحاله بقى لانها مكانها كان صعب وكانت ذات اسوار. فكرتني كده بفكره برضو خط بارلاس اللي هو اللي قالوا عليه الساتر الترابي الذي ايه لا يقهر، وان انت لو جبته القنبله مش عارف مين وبتاع، واحنا خلصناها باللواء باقي يوسف باقي بالخراطيم المياه، بفكره عبقريه من الجيش المصري. وكمل بقى 6 جياد 191 مغر، يعني حتى لما جه يعد الحصنه بتاعت الغنائم بتاعت الاعداء ما عداش كلها حصنه. كان ممكن يحطها كلها تحت قائمه الحصنه، لا مثلا لا ده كمان مصنف، وده مهر وده جواد. نعم. العجلات الحربيه، قال العجله الحربيه المغشاه بالذهب راح عددها وهيكلها ذهب، مركبه جميله واحده مغشاه بالذهب بتاعت امير ماجدو. امير ماجدو كان عنده عجله حربيه مذهبه. شوف الناس دي كانت امكانياتها عامله ازاي، واتخذت غنيمه. امير ماجدو هرب، الامراء التانيين كلهم اتمسكوا واتخذوا اسره، بس الجحوطي الملك الثالث عمل حركه بمنتهى الذكاء، جعل القوات بتوع الاعداء وقال لهم بصوا امسكوا المدن اللي انتوا جايين منها، بس ادعوا لي ليا بالولاء. يعني انا همسككم المدن بتاعتكم، مش هموتكم، مش هعدمكم، مش هضربكم، مش هاخدكم مصر اشغلكم كذا، لا هسيبكم في المدن بتاعتكم بس تديني ليا زي انا بالولاء، لمصر بالولاء. وفعلا ودي كانت حركه بتتعمل من مصر في اكثر من معركه، وكانت بتبقى حركه ناجحه جدا، لان في الاخر خالص بيتم الامر ان انت مش هتقدري تبعتي المصريين يحكموا في اسيا، تبقى صعبه جدا. فبالتالي بدا ان هو انا هديك حياتك مش هعدمك وتبقى ولي ليا في هذا الموضوع. التوقيت عندنا في نص يعني، بس ما كانش بيحدث قلق من مساله، يعني طبعا انا جازي او كده ممكن اتعرض للخيانه منه. ايوه، الا في الحاله اللي حصلت قبل جحطمه الثالث، زي ما قلت لك في الاول لما حتشبسوت ما كانتش مهتمه شويه بالسياسات الخارجيه. نعم. فقوت شوكتهم، لكن طول ما انت مراقب وطول ما انت قوي محدش يقدر يقرب لك. وده اللي عمله جحطمه الثالث، لان عمل 17 معركه عسكريه بدايه من ماجدو انتصر فيها الجيش المصري كلهم، وتم توثيق ال 17 معركه. فكره التوثيق دي يا جماعه ابتكار اختراع، يعني دلوقتي انت عندك الانترنت وعندك دلوقتي مش عارف ايه ويكيبيديا ايه وجوجل ايه ومش عارف مين، وقتها بقى ان انت تعمل كده. عايزين نقول اخيرا يعني عايز اقول ان هذه العظمه وهذا النجاح لا ياتي ابدا صدفه. نصر اكتوبر لم يكن صدفه، هو كان حصيله مجهود ناس كبيره كتير جدا امنت واجتهدت واشتغلت ونفذت على ارض الواقع. وكذلك ما تذكره حضرتك من خلال الوثائق والادله التاريخيه اللي بتؤكد برضو ان ده كل عمره ما كان هيحصل الا اذا كانت هناك اداره حقيقيه وهناك مجهود وناس مؤمنه بالعمل اللي بتقوم بيه. عشان كده كان النصر اللي بيتكتب في التاريخ.
مهمه بقى. انا يوم 6 اكتوبر تم دعوتي الى متحف القوات الجويه المصريه، وكان في نشاطات ثقافيه على اعلى مستوى هناك بمناسبه 6 اكتوبر، وكان لي الشرف ان انا اقابل نسور الجو الحقيقيين في سماء مصر في معركه اكتوبر. كلكم عارفين طبعا احنا داخلين اهو على يوم 14 اكتوبر، ويوم 14 اكتوبر ده يا مصريين هو عيد القوات الجويه. ليه؟ لان في يومها حصل انتصار بديع عجيب بيكسر كل يعني استراتيجيات الطيران الحربي في العالم، اللي هو معركه المنصوره الشهيره اللي انتصر فيها الطيارين بتوعنا. رغم ان طول ما انت قاعده مع هؤلاء الابطال بتسمعي قصص يعني اساطير على ارض الواقع على اعلى مستوى من البطوله والوطنيه، وان انت تبقي بتديري الطياره امكانياتها في الوقت ده ما كانتش امكانيات الطيارات اللي كانت مع العدو. ومع هذا شهاده العدو ده بنفسه، وعلى فكره في قناه مصريه وطنيه في مدينه الانتاج الاعلامي قناه دي ام سي عامله فيلم تسجيلي يا جماعه نازل على النت، انا بعتقد ده احلى فيلم تسجيلي اتعمل في السنه دي عن معركه 6 اكتوبر شاهدوه، لان فيه جايبين الصهاينه ذات نفسهم بيعترفوا بهذا هذه المعركه وهذه الهزيمه بعظمه لسانهم، علشان ما يحصلش اي نوع من انواع التشكيك. زي ما احنا عارفين النت في حاجات حلوه، لكن برضه في بعض الاحيان بيبقى في حاجات برضه كلمة أخيرة حضرتك أستاذ بسام تحب تقولها النهاردة بقى، وفي في في ظل هذه الأجواء الجميلة والحديث الشيق عن عظمة جيشنا المصري، يعني مش بس في 6 أكتوبر كمان من منذ تحتمس الأول. هي الحقيقة يعني تحتمس الثالث وما قبله من يعني احنا عندنا في الدولة القديمة من 4500 سنة و 4800 سنة. نعم. لا هناك إرهاصات على أعلى مستوى من أسطول مصري بحري، من مشاة، من فكرة القلاع لحماية الحدود، عزز حدودك. كان الملك من 4000 سنة يقعد مع ابنه يقول له عزز حدودك. نعم. يعني قوي الحدود بتاعتك وخلي بالك على بلدك. وكلمة حدود دي ما كانتش معروفة في العالم وقتها، كانت معروفة عندنا هنا في مصر اللي هي حماية البلد. احنا من البلاد يا جماعة سريعا في 30 سنة احنا من البلاد اللي حدودها ما اختلفتش كتير عبر تاريخها. يعني انت لما تبص على اوروبا وتبص على اسيا تلاقي فيه وامريكا طبعا اكيد في ممالك كتيرة جدا وقبائل كتيرة جدا اتغيرت مساحة بلادها، اتقسمت، اتعملت، مش عارفين بتاع. لكن تلاقي مصر اغلب الوقت في تاريخها القديم ما اتغيرتش كتير. اخر كلمة هقولها، هقول حاجة مهمة جدا، اقرأوا تاريخكم، لان عدم قراءة الماضي يسبب اشكالية في الحاضر ويسبب عدم استشراف للمستقبل. ولو ما كانش القادة اللي بعد 67، بالمناسبة يا جماعة سريعا برضه، أول عبور للقوات المصرية في الجيش المصري إلى الضفة الأخرى إلى سيناء عبر قناة السويس حدث 20 يوم بعد انتهاء 67. يعني 67 وقفت يوم 9 يونيو، 10 يونيو، 30 كانت معركة رأس العش. يعني 20 يوم بس بعد المعركة التي لم يحارب فيها الجيش المصري ولم يثبت اي نوع من انواع الكومباكت او المنازله العسكريه بينه وبين العدو، ما كانش لسه فرصته، ومع هذا عبروا وراس العش اصبحت اللي هي بقى ايه الشوكه اللي اتضعت في الصهاينه لحد 73، لان المنطقه دي لم تستسلم على مدار الست سبع سنين حرب الاستنزاف ثم 73. اذا الاصرار، الاراده، واولا واخيرا العقيده في الله سبحانه وتعالى انك منتصر، ثقافه الانتصار مش بس في المعارك العسكريه ولكن في كل تحدياتك في الحياه. انا بشكر حضرتك استاذ بسام الشماع الباحث في المصريات، شكرا ليك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمه. شكرا ليك استاذ بسام.